طب استاذنكم ارحب بالكابتن مختار. كابتن مختار منور الدنيا واهلا بيك. سهران ليه؟ السلام عليكم يا كابتن. مسهرينك احنا كل مره بنسهرك. كابتن عادل تعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش بيرحبوا بيك. يا كابتن مختار انت سهران، يعني ايه الحكايه؟ مبروك اولا. ربنا يخليك يا باشا. الف مبروك كابتن على النتيجه والاداء. ولسه كنت بقول للمشاهدين الكابتن مختار كان عامل كمين النهارده لفرقه دجله، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا. والكابتن عادل لا قال لي الكابتن مختار احترم فريق دجله. شوف يعني ان شاء الله انا بقالي بالظبط كده 11 يوم كل يوم باجي اتكلم على فريق دجله. تمام. ادائهم سواء في الحته الهجوميه، سواء في الحته الدفاعيه، مين اللي بيكمل من هنا ومين اللي بيخش من الكلام ده، كل يوم بتكلم مع اللعيبه. تمام. كل يوم بشتغل على اللي احنا هنشتغل عليه بالنسبه للمباراه. يعني فعلا الاسبوع او ال 11 يوم اللي فاتوا دولت فعلا يعني بذلنا فيهم جهد كبير جدا انا والولاد، والحمد لله ان الكلام دوت اثمر بشكل كويس قوي. وانا كنت اتمنى ان هو يصبح افضل من كده، مع ان انا بلاعب فريق الدجله، وانا من رايي فريق الدجله من افضل، لو ما كانتش هي افضل فرقه بتادي الكوره على مستوى ايجابي بشكل هايل جدا على مستوى الدوري العام، احسن كمان من الفرقه الكبيره صراحه. انا ده رايي، وعشان كده انا يعني كنت فعلا مهتم بالماتش بشكل كبير جدا. واكثر ماتش ساعه ترددنا لغايه دلوقتي انا اتكلمت فيه وحضرت فيه اكيد الكلام دوت، يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا من اجل، كنت بتكلم مع فرقتنا ان الفرقه دي فرقه هايله جدا. تمام. جدا وعندها مقومات هايله، واللي ولاد تفوقوا على نفسهم في الطريقه اللي الراجل بيلعبهم بيها. انا هلاعب الكلام ده ازاي؟ لازم اقابله بشكل كويس قوي، لازم افكر له كويس بشكل كويس قوي، وما ينفعش نسيب لهم مساحات يلعبوا فيها. اكيد ان الكلام ده اذا انا سبت لهم مساحات اكيد ان دي ممكن يضروني بشكل كبير. وخلي بالكم بالظبط الكلام البسيط اللي انا قلته. خلي بالكم برغم صعوبه المباراه، برغم ان انا شايف فرقه هايله جدا، لكن انا عندي امل كبير جدا يا اولاد ان احنا نكسب، وان شاء الله مع صعوبه الكلام اللي انا بقوله ان شاء الله نقدر نكسب السكور. ازاي؟ الشكل اللي احنا بنشتغل فيه دوت، مع بس يبقى في شويه توفيق في الحته الهجوميه بتاعتنا لما نقطع كوره، لما نقطع كوره نشتغل ازاي؟ اكيد الكلام دوت احنا اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا وافلطنا فيه وخدنا فيه بكل الاسباب. انا شايف ان دوت من اهم الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا بيها في هذا الماتش. اكيد يا كابتن، انا نادرا لما بشوف الكابتن مختار في اي فريق بيلعب بالطريقه دي، نادرا يعني. نعم. نادر قوي. نعم. لما اشوف الكابتن. نعم. انا لما شفت النهارده فريق الانتاج انا قلت معقول الكابتن مختار سايب نص ملعب كامل لدجله؟ عشان كده انا قلت الكابتن مختار عامل كمين لدجله من اول ما شفت المباراه. والله يا كابتن يعني بفضل الله الكلام اللي احنا اتكلمناه على فريق الدجله واللي احنا تكتيكنا فيه مع اولادنا بالشكل اللي احنا نشتغل فيه، بس انا كنت بامل ان احنا نعرف نتعامل مع الكور اللي توصل لنا ببساطه وبسهوله ويبقى فيها توفيق، عشان يعني زي ما بقول ان فرقه دجله فرقه كويسه قوي، اذا انا اتعاملت معاها بالشكل دوت اكيد ممكن اطلع معاها بالسكور برغم الكلام اللي انا بقوله عليهم دوت. اكيد ان لو وصلنا ان احنا بس نوفق في الحته اللي قدام اكيد الامور كانت تبقى احسن من كده بكتير، لكن الحمد لله الاولاد ادوا بشكل كويس وكان عندنا فرص كتيره جدا، ولو فيها شويه توفيق كان ممكن الماتش يبقى يطلع باسهل من كده كتير، لكن اكيد ان هو طلع بالشكل ده فاحلى من ان هو يطلع بالسهوله اللي هي بتبقى تمام. اكيد يا كابتن، الطريقه اللي حضرتك لعبت بيها النهارده دي ممكن تخلي كابتن مختار يفكر فيها ان هي تبقى اسلوب لعب في مباراه اكتر من مباراه دجله؟ صدقني ما فيش فرقه شايفها ممكن تلعب زي دجله. دي حقيقة كابتن. دي حقيقة. بصراحة. دي حقيقة وأنا بحييك جدا على صراحتك، يعني لما كابتن مختار اللي هو كان عنده 23 نقطة أكتر من دجلة بحوالي 7 نقاط وبيلعب كده قدام دجلة، فأكيد حضرتك عارف قيمة فريق دجلة الفنية. على فكرة وأنا برضه كنت بقول لأولادنا لازم نحترم الفرقة دي احترام كبير جدا ودوت يبقى أسبابنا إن احنا نكسب، ولو ما عملناش كده الامر ممكن يبقى صعب جدا عليه. لازم يعني
الماتشات الاخرانيه كلها بتاعه دجله قعدنا اتفرجنا عليها وشفناها ودرسناها وعرفناهم بيشتغلوا ازاي واشتغلوا منين وممكن خطتهم تبقى ايه، وده كله يعني احنا يعني عيشنا لعبتنا فيها بشكل كويس جدا جدا، وقلنا برضو احنا ممكن نكسبهم ازاي. والحمد لله ان الولاد اتعاملوا معانا الامور بشكل فيه ايجابيه، بس انا كان شايف ان احنا يعني لو تقلنا نفسينا في الحته الهجوميه بشكل افضل وركزنا قوي في الكور اللي كانت معانا في الثلث الاخراني كان ممكن تبقى احسن. هو ده سؤالي ليك كابتن مختار، هل كابتن مختار مع نهايه الدور الاول حضرتك لعبت 17 مباراه يعني فنشت الدور الاول خلاص في المركز الرابع، طموحات الكابتن مختار الدور الثاني هتختلف عن طموحاتك في الدور الاول؟ لا لا، خلينا ناس عاقلين ما نطلعش دماغنا في الحيط، احنا عارفين امكانياتنا وبنلعب على قدها وبنلعب عليها، والامر دوت اكيد ان الواحد يكون عارف امكانياته وعارف هو ممكن يوصل لايه اكيد بيبقى مريح نفسه بشكل كبير قوي. يعني يعني في طموحات في شغل معين انا بحاول اوصل له، لكن اكثر من كده اذا وصلت له يبقى توفيق من ربنا كبير جدا. ان شاء الله كل التوفيق لك كابتن مختار. حضرتك بقى يعني اكلم الكابتن مختار الاهلاوي انا طب الكابتن عادل طعيم عايز يكلم حضرتك كابتن ويسالك قبل ما اسالك السؤال الاخير، اتفضل يا كابتن. كابتن مختار الف مبروك. الله يخليك كابتن عادل. اداء مميز عجبني قوي النهارده يا كابتن غانم محمد، ده راجل بيلعب اوف وسط الملعب عنده ثقه وعنده جداره انه في دقيقه 85 بيخترق اكتر من ثلاث مدافعين وعنده برضه الثقه انه يسدد على المرمى. نعم. واعتقد انه الولد ده اعتقد انه من اكتشافك. ايوه نعم. واعتقد انه الثقه ديت مع الجراءه دي بتقول انه صوره من مختار ايام ما كان لاعب. والله الحمد لله يا كابتن عادل. فانا بحييك على ان الولد ده متوظف كويس. ورايح على الجول واخترق ثلاث اربع افراد. عارف هو يعمل ايه؟ عارف هو يعمل ايه؟ ورايح واخد القرار ومسدد في الزاويه البعيده. ألف ألف مبروك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن عادل، وفعلا الكلام انت بتقوله فعلا الولد يعني انا شايف فيه حاجه كويسه جدا جدا، ويمكن دليلها دي كان في ناس بتتصل بيا في اول السنه بيقولوا لي ان احنا بنعمل من كل مدرب يختار لنا لعيب عنده شايف انه ممكن يوصل بشكل معين يعني ممكن يبقى هو دوت يعني بيأمل فيه حاجه كويسه قوي، فاحنا بناخد كل فرقه واحد المدرب يقول عليه، بالرغم ان الولد ده جالي اول السنه ديت، خلي بالك ده جاي ماشي كمان من وادي على ما اظن الجونه. الجونه كانوا سايبينه في الناشئين واحنا خدناه، واول ما شفته تاملت فيه الخير، وان شاء الله ممكن كمان يكون احسن من كده بكتير قوي في الايام اللي جايه. ان شاء الله باذن الله. كابتن مختار اسالك بقى بصفه حضرتك اهلاوي طبعا وعندك خبرات كبيره جدا جدا في المجال الفني، شايف الاهلي ازاي الفتره المقبله خصوصا ان هو اول مشواره الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه مع جيما الاثيوبي؟ شوف هو الحمد لله يعني في جزء كبير جدا من اللي احنا كنا مفتقدينه استعدنا. تمام. وهي الثقه في النفس. وديت انا حتى كنت بتكلم احنا عندنا فرقه وعندنا فرقه كويسه. بعد الاخفاقات دي كانت بتكون محتاجه يعني تعامل نفسي. عشان نرجع اللعيبه زي ما كانت. جميل. احنا لعبتنا لما رجعت وشفت الماتش بتاع المقاولين كانوا عاملين فيه ازاي؟ الماتش اللي بعد كانوا عاملين فيه ازاي؟ يعني لعيبه مبتدئين امر صعب قوي. فده امر يعني مش طبيعي. فانا كنت يعني شايف ان الحته النفسيه كانت مهمه قوي ان الجهاز الفني يشتغل عليها بشكل كبير جدا. وانا اظن ان هم يعني اتعاملوا معاها بشكل معقول يعني. وده دليلها ان المستوى بتاعنا رايح للزياد بشكل هايل. وده اللي احنا كنا بنتمناه، مع كمان اكيد ان العناصر اللي غايبه عندنا بتخش يعني كل فتره كده بيرجع واحد، اكيد ان الفتره اللي جايه ديت لما يخش اكثر من عنصر اكيد النادي الاهلي هيرجع وهيرجع ممكن يبقى اقوى من الاول بكتير بقى ان شاء الله، كمان مع التدعيمات اللي هم ممكن يدعموها في الخطه اللي جايه دي باذن الله. ان شاء الله. سهرناك كابتن لكن كان لازم نقول لك الف مبروك وكل التوفيق ليك في الدور الثاني باذن الله. كابتن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي شكرا جدا لحضرتك. كابتن مختار مختار يعني هو بيتكلم انا ضحكت يقول لك عندنا وابننا واحنا يعني الاهلي جميل الاهلي في الدم.